الصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ربك خير جميعا. هنتكلم إن شاء الله بإذن الله عن اليونري بلس أوبريتور. تمام أوكي، في الأول كده بمنتهى الوضوح مقسوم لنصين، يونري وبلس. يونري معناها إنه بيشتغل على بت واحد واحد بس، ها رقم واحد وراحت واحد بس. تمام، ومع وبلس ده معناها إنه بيتحط قبل منه بلس. تمام كده، زي إيه مثلا؟ زي بلس خمسة. تمام كده، ده بنسميه يونري بلس أوبريتور ومضاف للرقم خمسة. ده كل وظيفته يا جماعة إنه بيحول أي حاجة مضاف لها اليونري ده، ها، لمين؟ لنمبر. اي شيء بيحوله اليونري اوبريتور، يعني اي حاجه بتحط لها قبل منها الرقم بلس اليونري ده زائد بتتحول لرقم. ها طيب، ما تيجي نجرب كده بشكل عملي. لو جينا نقول مثلا دوكيومنت دوت رايت، لو انا كتبت مثلا زائد خمسة، طبعا ديت ما فيها مشكله لاني كده كده الخمسة اساسا عباره عن رقم، فمش هيكون فيها مشكله. لكن لو انا قلت له مثلا زائد undefined قيمه غير معرفه اساسا، هيقول لي لا undefined بتاعت نوت نمبر، الناتج بتاع undefined هيكون نوت نمبر لاني اساسا انا ما عنديش رقم جوه. طب لو انا قلت له زائد مع قيمه النل، النل اللي هي ما فيهاش حاجه، هيطلع لي الناتج زيرو. طب لو انا قلت له جربتها مثلا مع الترو، هيحولها لي ليه 1. اكسبكتد لو انا جربتها مع الفولس هيحول لي الفولس لايه؟ زيرو. ممتاز. لو انا جربتها طيب مع الدبل، مع السلاش الفاضيه او مع الكيرل، مع الكوتيشن الفاضيه، هيطلع لي الناتج زيرو. لو انا جربتها وكتبت من جوه 3.6، هيحول لي 3.6 ديت لايه؟ ل 3.6 ديت عباره عن نمبر يا جماعه. حتى انا ممكن استخدم تايب اوف، بس ايه ديت الفكره انك ان هو بيحاول يحول لك الكلام بيحوله لك لمين؟ ل ل ل ل ل لنمبر او لرقم. ده بالنسبه لليونري اوبريتور يا جماعه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.